مرحبا، اسمي ياسر قاسم من بغداد وهسه عايش في سويندن. أني كنت صغير من طلعت من العراق، بس أتذكر يعني الجو حلو وهواي أصدقاء، وبالعمارة مالتنا كنا نلعب طوبة برا، يعني 50 لاعب 60 لاعب، القاع كلش حارة. من أفكر ببغداد أفكر فتشي حلو. من جيت لندن كنت صغير ما عرفت أحد، أفد أصدقائي بغداد، بقينا بهونسلو 6 أشهر يمكن بالهوتيل إلى لقينا بيت، وبعدين منك بديت أروح مكانات ما ندري، دربت كل أسبوع مرتين بالأسبوع، يعني تدفع باونين تتمرن باليوم. من هاي اجوا ناس شافوني، وكان كان مدرب اسمه باري واخذني اول شيء الفولم، بس ما دخلت، وبعدين من هناك رحت التوتنهام ووقعت وياهم من كان عمري 11 12. ومن وصلت عمري 18 شفت انه هذا فريق ما يعطونه فرصه، يعني فرص للواعب الصغار، فردت اطلع، ردت اروح مكان العب اكثر لعبات. من اخذ القرار اروح وياه، لانه من هذا الوقت هو هذا الوقت كلش صعب كان لي، بس افتهمت انه انت القرار مالتك اللي يسويك. يعني هسه انا بفريق سويندن وهواي ناس يجون يباعون ويقولون يعني لعبي مهم للفريق، هاي تعطيني يعني فتشي بقلبي، فتشي حلو، لأنه هو أنا عايش للطوبة وعايش أساعد عائلتي. هسا أخذكم في مكان بس اللواعب يقدرون يجون وندخل بالقلب النادي. هسا منا أنا ندخل للملعب، وأكو هاي الصور مال الفرق من قبل مال سويندن. هذا هنا المدرب مالتي من قبل مال برايتون، هسه مدرب مال ساندلاند كستاف بوير. ويات هذا جلين هودل كان مدرب انجلترا، كان يلعب هنا لاعب كلش زين. من سمعت انه اني هروح ويا المنتخب العراقي فراحت وقلت لها لامي وابويا، وتعرف هم جايين من العراق، هم عايشين بالعراق، هم شايفين المشاكل وطلعونا من صغير من صغار يعني حتى يساعدونا. رحت ويا المنتخب هاي يعني فشي رجعت لهم. من يحكون على نرجع لبغداد ونلعب بالمنتخب بغداد، يعني هاي فشي رهيب، لانه يعني الناس اللي يجون الملعب يصير فتشي لاخ، ما يصير مكان مال طوبة، يصير عبالك حفلة كبيرة. فمن أفكر إنه إن شاء الله في يوم ألعب ببغداد هاي مهمة إلي. المستقبل مالتي يعني إن شاء الله أريد ألعب بالبريمير ليج، وإذا مو بالبريمير ليج أي دولة بأوروبا، بس الليج التوب، وأريد ألعب كل اللعبات المهمة، و يعني ماكو ليفل اريد ابقى بيه، اريد كل مره اصير احسن واتمرن احسن والعب احسن واروح فريق اكبر، حتى ان شاء الله في يوم افوز هوايه اشياء هوايه.